بدت يسرها. وعاده لو يدينا توجيه السيد عبد الملك نعبر هذا البحر بانعبره قادي الله بقادي لا ما نوصل عند قصر الملك سلمان ونوصل البيت الابيض. يلا منعنا ولا عبسد واحد قلق البيت الابيض خلاص راحت ايام البيت الابيض اتعرني جب اخضر البيت الاخضر قلق السيد اوباما لا سيد الا السيد يلا. يؤسفني أن أخبر الشعب الأمريكي بهذا الخبر السيء، إنه في يومنا هذا قد تمت السيطرة على البيت الأبيض من قبل أنصار الله الحوثيين. وأنا هنا أناشد المقود محمد علي الحوثي أن يترك لنا غرفة واحدة أن يترك لنا ولو غرفة واحدة في البيت الأبيض، لأن فيها ملابس العيال وأغراضنا الشخصية. ونحن مش حق بهذلة في بيوت الإيجار، كما أنني أثق في أخلاق أنصار الله أنهم لن يفجروا البيت الأبيض، لأنه ليس دار قرآن ولا جامع ولا يتبع جامعة الإيمان، وسيحافظون عليك ما حافظوا على سفارتنا في صنعاء. ونعلم الجميع أن السيد القائد قد قام بنقل العاصمة من واشنطن إلى بني حشيش. أما في إعلامهم فهم مسيطرين على البيت الأبيض، بس في الواقع يلا يحافظوا على بيت بوش.